أهلا بكم إلى هذه الظهيرة من الميادين. وفي عناوينها لهذا اليوم: إدانات لتدنيس المستوطنين المساجد وتمزيقهم نسخا من المصحف الشريف، وتأكيد على أن هذا السلوك هو الإرهاب بعينه وسيزيد من لهيب المقاومة. بعد تعتيب إعلامي وأمني، الإعلام الإسرائيلي يكشف أن انفجار هرتسيليا عبارة عن مخزن يحوي 3 أطنان من المواد المتفجرة. روسيا تتهم واشنطن وحلفائها في الناتو بالسعي إلى التوسع في آسيا الوسطى، وتؤكد أن خطر انتشار الأسلحة المواردة لكييف في جميع أنحاء العالم أمر حتمي. حكومة جوبا تغلق حدودها مع السودان لاعتبارات أمنية، وحركة نزوح من مدن في جنوب غربي السودان بعد اشتباكات بين الجيش والحركة الشعبية. وفي الظاهرة أيضا مشاهدينا، موجز اقتصادي مع أليسار كرم. مساء الخير أليسار. مساء النور عبد الرحمن. في موجز الاقتصاد في الظاهرة: الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار، والعجز التجاري اتسع إلى 12 مليارا و500 مليون دولار. هذه العناوين السياسية والاقتصادية والرياضية نتابعها في النشرة، ونبدأ بالملفات السياسية وتحديدا من فلسطين المحتلة. دينا، إذا مشاهدينا، المواقف أو تستمر المواقف التي تدين اعتداءات المستوطنين على أحد مساجد عريف بمدينة نابلس وعلى نسخ المصحف الشريف فيه. وفي هذا السياق دان وزير الأوقاف المصرية محمد مختار جمعة اعتداء المستوطنين واصفا ما حدث بالإرهاب الذي ينال من حرية الإنسان في اختيار معتقده. كما أعرب وزير الأوقاف عن أمله بأن يتنبه العالم والمؤسسات الدولية لخطر الاعتداءات الصهيونية المتكررة على المقدسات الدينية، وأن ما يجري تفعيل تجريم ازدراء الأديان جميعا من دون تمييز أو انتقائية أو ازدواج في المعايير. وفي المواقف أيضا، دانت حركة حماس تدنيس المستوطنين المساجد وتمزيقهم نسخة من القرآن الكريم وحرقها في قرية عريف جنوب نابلس، وأكدت أن هذا السلوك يمثل استفزازا لمشاعر كل أبناء الشعب الفلسطيني. حركة حماس وصفت ما حدث بالتصعيد الخطر للحرب الدينية التي تشنها المؤسسات الصهيونية، محملة الاحتلال ومستوطنيها المسؤولية عن تداعياتها، وطالبت بموقف واضح من مكونات الأمة الإسلامية الرسمية والشعبية والمؤسسات الدينية تجاه ما حدث. حركة الجهاد الإسلامي دانت بدورها اعتداء المستوطنين على نسخ من المصحف الشريف. الحركة في بيان قالت إن هتك الحرمات المقدسة امتداد للعدوان بحق شعبنا، وأنه سيزيد من لهيب المقاومة. حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إذا رأت أن هذا التصعيد الإجرامي الخطر يعكس رغبة من العدو، رغبة مجنونة في إشعال حرب دينية. وكان المستوطنون قد مزقوا نسخا من المصحف الشريف في أحد مساجد عريف جنوب مدينة نابلس في تصعيد خطير ضد المقدسات الإسلامية. ونشرت القناة 13 فيديو يوثق لحظة تمزيق المستوطنين المصحف الشريف في أثناء اقتحام عريف. المستوطنون يتبعون لما يسمى فتية التلال، وهو تنظيم يضم أكثر المستوطنين تطرفا. بعد ساعات من فرض التعتيم الإعلامي والأمني، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الانفجار الكبير الذي هز هرتسيليا يوم أمس عبارة عن مخزن تحت الأرض يحوي 3 أطنان من المواد المتفجرة. سلطات الاحتلال كانت تحدثت أمس عن انفجار قالت إنه وقع في أحد المصانع الكيميائية شمال فلسطين المحتلة، وأحدث حفرة بعمق 7 أمتار في الأرض وسحابة من الدخان غطت المنطقة، وفرضت الرقابة العسكرية حظرا على نشر الأخبار المتعلقة بالانفجار. إلى ذلك، دارت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في شارع حيفا بمدينة جنين. أهالي بلدة سنجل في رام الله نجحوا في التصدي لهجوم شنته مجموعات من المستوطنين بمواكبة من جيش الاحتلال، فيما شهدت بلدة نحالين قرب بيت لحم مواجهات عنيفة بين شبان البلدة من جهة والمستوطنين وقوات الاحتلال من جهة أخرى.
وعبر الهاتف من بيت لحم مشاهدينا ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام. أهلا بك معنا ناصر. إذا تستمر الإدانات لما قام به المستوطنون الإسرائيليون من تدنيس للمصحف الشريف في عريف، كيف هي الأجواء في عريف خاصة في هذا الدفع من قبل الاحتلال وحكومته باتجاه تأزيم الوضع وأخذه باتجاه أكثر إذا صح التعبير تصعيدا مما هو عليه أصلا؟ تحياتي عبد الرحمن. في الحقيقه الكاميرات الموجوده وصفت الجرائم. ناصر، بحيث انه كل ما فعله المستوطنون والارهابيون اليهود كان واضحا أمام العالم، حتى السفراء الأجانب الذين زاروا المنطقة، سفراء الاتحاد الأوروبي، صمت إسرائيلي رسمي واضح، إضافة إلى إدانة عالمية وإدانة فلسطينية شديدة وإدانة عربية. هناك حالة من محاولة تغييب الأمر وتقليله من جانب الاحتلال. طبعا من أجل نزع الغضب العالمي تم احتجاز 3 من المجرمين اليهود الذين ظهرت صورهم وهم مع الإرهابيين اليهود الذين يحرقون القرآن، وكل هذا مسجل وموثق كما جرى في حوارة. هناك حالة من الاستباحة للمدن الفلسطينية، ما يدل على أن الحكومة التي سحلت نصب خيام وإقامة 7 بؤر استيطانية، منها في بيت لحم منطقة طوع صافرة رام الله على طريق عليه، أيضا كل هذه بصمت رسمي إسرائيلي. الصحافة العبرية تؤكد أن هدف نتنياهو الأول هو احتواء المستوطنين واسترضائهم حتى من خلال هذه الجرائم والحرب الدينية والعنصرية. المستوطنون الذين تراهم عبد الرحمن يحملون بلقات وسيوف إضافة إلى السلاح الناري على جنبهم، وبالتالي هذا ضوء أخضر من حكومة الاحتلال للقيام بهذه الجرائم، والفلسطينيون يردوا بالتصدي لهم بأيديهم العارية من أجل الدفاع عن أطفالهم وحتى لا تفترق المنازل وأطفالهم بداخلها. هذا شكل جديد من أشكال العودة للضفة الغربية بإجرام لم يسبق منذ عشرات السنوات. الأوضاع تغلي، الأفق السياسي مغلق والعالم شاهد وصامت، وبالتالي هناك دعوات لمزيد من العمليات على عكس ما توقعه الإسرائيليون، إنه هذا قد يرهب الفلسطينيين وقد يمنعهم من احتضان المقاومة. شكرا جزيلا لك مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر لحام، حدثنا مباشرة من بيت لحم. فيما يواصل المستوطنون اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين على مرأى الجيش الإسرائيلي ومسمعه، تعمل الحكومة الإسرائيلية على تعزيز الاستيطان في الضفة. هذا تقرير لمنال إسماعيل. هتك حرمة مساجد، تمزيق نسخ من القرآن الكريم وإحراقها، سيارات محروقة، نوافذ محطمة، بيوت تأكلها النيران، هي بعض من مشاهد الأضرار التي خلفها اعتداء المستوطنين على البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية. بعد أعمال الشغب وأعمال الانتقام من قبل المستوطنين في قرية ترمسعية، من السهل رؤية الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقرية، منازل وحقول زراعية وسيارات كلها أضرمت فيها النيران. وفي مشاهد تعيد إلى الأذهان اعتداء المستوطنين على قرية حوارة، وقف الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الإسرائيلية موقف المتفرج من هذه الاعتداءات، ما يطرح تساؤلات عما إذا كان الأمر يتعلق بنمط وقرار من القيادة العليا الإسرائيلية، ولا سيما عندما يتكرر الإخفاق نفسه لعشرات السنين مع تسجيل ما يزيد على 450 اعتداء ضد فلسطينيين منذ مطلع هذا العام فقط. الغضب الفلسطيني الكبير كان من الجيش الإسرائيلي الذي وجه قوته ضد الفلسطينيين الذين تجري مهاجمتهم لا ضد المستوطنين، واللافت أن لا معتقلين في هذه الحوادث. في الأيام الماضية ومنذ العملية في عيلي رأينا سلسلة هجمات عنيفة بمشاركة عشرات وأحيانا مئات المستوطنين على القرى الفلسطينية.
في الجيش الإسرائيلي اعترفوا بالفم الملآن بالحقيقة وقالوا: نحن لم ننجح في إحباط الهجمات العنيفة التي نفذها اليهود، أو على الأقل في إيقافهم عند مدخل القرى الفلسطينية، وهذا فشل كبير من جانبنا. وفي موازاة اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين التي قابلها بلوغ البناء الاستيطاني في الضفة مستويات غير مسبوقة منذ عام 2020 مع إصدار 13,000 ترخيص بناء في الضفة في غضون 6 أشهر فقط، يستمر السجال والنقاش في إسرائيل بشأن شن عملية عسكرية واسعة ضد المدن الفلسطينية، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن 48% من الإسرائيليين يدعمون هذه الخطوة. حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من خطر الوضع في الضفة الغربية من جراء الأحداث الأخيرة. وقال أيضا أن عمليات القتل الأخيرة وأعمال العنف والخطاب الناري في الضفة الغربية لا تؤدي سوى إلى دفع الإسرائيليين والفلسطينيين إلى أعمق في الهاوية وخروج الوضع في المنطقة عن السيطرة. فلسطين وعبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة طالبت مجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية لمساءلة إسرائيل وميليشيات المستوطنين التابعة لها عن جرائمهما في حق الشعب الفلسطيني. هذا التصعيد وهذا الوضع اللذان تحميهما الحكومة الإسرائيلية الحالية بإعطاء المستوطنين الإرهابيين المتطرفين الضوء الأخضر للقيام بما يفعلونه هو أمر نستنكره جميعا بأقوى العبارات الممكنة. ليس من المنطقي أن يفلت المسؤولون عن هذه الجرائم من العقاب. منعت الرياض 2 من الدبلوماسيين الإسرائيليين من الدخول إلى مراسم استقبال أقامها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في باريس كجزء من عرض ترشيح السعودية لاستضافة مؤتمر إكسبو 2030، وذلك بحسب ما نقلت وسائل أعلام إسرائيلية عن مسؤولين رفيعي المستوى في خارجية الاحتلال. وقال موقع ولا الإسرائيلي أن القرار السعودي بمنع دخول الدبلوماسيين الإسرائيليين بالرغم من دعوتهم رسميا قد يكون بمثابة رد فعل من جانب الرياض على سياسة الحكومة الإسرائيلية في الموضوع الفلسطيني، في إشارة منها إلى أنها لا تزال حساسة جدا تجاه أي بادرة تطبيع مع إسرائيل. أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن غفير أن العمل بالتوربينات في منطقة الجولان السوري المحتل مستمر ولن يتوقف. وتداولت كذلك مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لجرافات تعمل في الأراضي المحتلة استعدادا لوضع مراوح الطاقة فيها. إلى روسيا، حيث أكد المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن خطر انتشار أسلحة الناتو الموردة إلى أوكرانيا في جميع أنحاء العالم أمر حتمي. وقال بيسكوف أن الأسلحة الغربية المقدمة إلى أوكرانيا تبيعها بالفعل مجموعات إجرامية مختلفة في أوروبا. سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف قال أن الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو يسعون إلى توسيع وجودهم في آسيا الوسطى. باتروشيف وفي الاجتماع الأول لأمناء مجالس الأمن بصيغة آسيا الوسطى وروسيا أضاف أن برامج البنتاغون البيولوجية قد تكون موجهة نحو إنشاء فيروسات توجه عنصريا. بدوره أشار مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرجي ناريشكين إلى أن الغرب واهم كثيرا في اعتقاده بأنه سيدمر روسيا بقوة السلاح. وقال ناريشكين أن العواقب الوخيمة لهذا الوهم العميق يشعر بها اليوم مسلحو القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة من الدول الغربية الذين يقتلون على نحو جماعي على الجبهة من أجل مصالح الأوساط الحاكمة في واشنطن وعدد من عواصم دول الناتو على حد قوله. أفاد مصدر في المجمع الصناعي العسكري بإجراء اختبارات على مفاعلات مسيرات بوسيدون النووية والتأكد من أنها آمنة وجاهزة للتشغيل، وأعلن المصدر استكمال اختبارات محطات المفاعل إذن عبد الرحمن بوسيدون، مضيفا أنها باتت جاهزة للتشغيل وفقا للمتطلبات المطلوبة. وكشف القائد العام للقوات البحرية الروسية
أن غواصة بيل غرود النووية والتي تحمل التوربيدات النووية المائية المسيرة من طراز بوسيدون ستنضم إلى الخدمة في القوات البحرية الروسية خلال العام الحالي. أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القبض على 5 أشخاص حاولوا تهريب كيلوغرام من مادة سيزيوم المشعة إلى خارج البلاد. وبحسب بيان الجهاز الأمني الفيدرالي فإن المجموعة كانت تنوي تهريب المادة المشعة إلى الخارج لإنتاج أسلحة دمار شامل واستخدامها في منطقة العملية العسكرية الخاصة بهدف تشويه سمعة روسيا والإضرار بمصالحها. وينضم إلينا من موسكو مراسلنا ناصر أبو نصار. نرحب بك ناصر، ونسأل في البداية عن تصريحات بتروشيف، ماذا في أبعادها وأي رسائل تحمل، خصوصا الحديث عن أسلحة بيولوجية عنصرية؟ أيضا ماذا في تطورات المواقف على الصعيدين السياسي والميداني؟ مساء الخير دينا لك للزملاء وللمشاهدين. في البداية تصريحات بتروشيف، التصريح الأقصى الذي أطلقه في هذا الخصوص أن الغرب الجماعي يسير على خطى أدولف هتلر في إحياء الأيديولوجيا النازية. الإشارة في ربط هذه هذا التصريح بالإعلان عن وجود أبحاث بيولوجية عنصرية يقوم بها الغرب يذكر بما قام به هتلر من أبحاث بيولوجية إبان الحرب العالمية الثانية، استهدف من خلالها أيضا في دراساته وفريق أطباء إنتاج بعض الأمراض البيولوجية الخاصة التي أريد لها أن تنتشر لدى أعراق معينة. الوثائق وهذا الإعلان ينبثق من الوثائق التي تم الكشف عنها، أكثر من 2000 وثيقة وقعت في يد القوات الروسية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة التي عالجت ملف المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، والتي من خلالها ظهر وفقا للجنة التحقيق أن هناك مشاريع تستهدف نقل عدد من الأمراض بشكل عنصري، وعدد من المقاربات التي كانت مبنية بالمقاربة مع أعراق أخرى مثل هذه المختبرات الأمريكية كان لها وجود أيضا في أفريقيا، وعملت على نشر بعض الأمراض وفقا للخصائص الجينية الخاصة بالأعراق المختلفة، وذات هذه النماذج تم تطويرها وأريد استخدامها أيضا في روسيا وفي دول آسيا الوسطى. هذا باتجاه فيما يرتبط في التصريح المتعلق بالمعامل البيولوجية. التصريح الآخر وهو الذي دعا فيه دول منطقة آسيا الوسطى إلى التماسك، وقام بتذكيرهم بزيارة جون كيري في العام 2015 التي هدفت إلى إجراء ثورات ملونة كما نذكر في تلك المنطقة، وأسفرت عن محاولات أكثر من 3 ثورات ملونة خلال العام 2022 سواء في قرغستان، أوزبكستان وحتى في كازاخستان التي يزورها الآن سكرتير مجلس الأمن الروسي، بهدف أيضا تحسين العلاقة والحيلولة دون دق الغرب لأسفين العلاقة ما بين روسيا وما بين كازاخستان. هذا فيما يتعلق بتصريحات بتروفيتش. التطورات السياسية، تم إقرار الحزمة 11 عمليا من العقوبات على روسيا، على الرغم من تصريح أورسولا بأن هذه العقوبات أصبحت مرهقة حتى على دول أعضاء الاتحاد الأوروبي، وأرى الخبراء بأن هذه العقوبات لم تؤدي إلى نتيجة حقيقية، بالتالي لا معنى لها. وفي خضم هذا أيضا تنشط الدبلوماسية الروسية والفاعلية الاقتصادية الروسية، خصوصا مع تصريح لافروف دعم الاتحاد الأفريقي في الدخول إلى مجموعة 20، بما يتواءم مع رؤية روسيا في منح أفريقيا دورا عالميا وأمميا ومساعدتها في التحرر من الهيمنة الاستعمارية. عسكريا، أهم الأخبار الآن هي تحرير قرية ومدينة في مقاطعة زاباروجيا وفي جمهورية دانيتسك. نحن نتحدث عن قرية سادو في منطقة توكماك بمقاطعة زاباروجيا، ومدينة أخرى في جمهورية دانيتسك هي مدينة أورجاينيه. هذه المدينة جرى تحريرها اليوم وفقا لإعلان وزارة الدفاع الروسية، بالإضافة طبعا لما ذكرتموه حول محاولة 5 من
العملاء لكييف محاولة تهريب كيلوغرام من السيزوم 137 المشع مقابل مبلغ 3 ملايين دولار ونصف. كان الهدف الأساسي هو استخدام هذه المادة في صناعة قنبلة قذرة يترافق هذا طبعا الكشف مع الإعلان السابق الذي أعلن عنه البارحة من قبل رئيس حركة نحن مع روسيا الذي أشار بوضوح إلى أن هناك محاولة أوكرانية تسعى لإجراء ضربة قذرة باتجاه محطة زاباروجيا النووية أو باستعمال قنبلة قذرة. شكرا جزيلا لك نصر أبو نصار مراسلنا من موسكو. قدم عضوان من مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار أمام المجلس للرد على التهديد الروسي باستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا. هذا المشروع يأتي بعد إعلان الرئيس الروسي نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، فيما ينص المشروع على اعتبار استخدام النووي الروسي في أوكرانيا هجوما على الناتو. ورأى لينسي جراهام وهو أحد مقدمي المشروع في مجلس الشيوخ أن تمرير هذا القرار سيمثل رادعا لروسيا لتجنب حرب مباشرة مع الناتو. من جهتها انتقدت روسيا مشروع قرار مجلس الشيوخ الأمريكي وتصريحات النواب الأمريكيين، وأشارت إلى أن مثل هذه التصريحات تؤدي إلى تصعيد التوتر بين البلدين. وكالة الأنباء الروسية تاس نقلت عن السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف قوله إن مشروع القرار الذي قدم إلى مجلس الشيوخ مظهر آخر من مظاهر الكراهية العمياء لروسيا، مؤكدا أن نشر روسيا الأسلحة في بيلاروسيا لا يمثل أي خرق للالتزامات الدولية. من جانب آخر اتهم الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون روسيا بما وصفه بالسعي إلى زعزعة استقرار أفريقيا واعتماد خيارات لا تصب في مصلحة المجتمع الدولي. ماكرون وعلى هامش قمة من أجل ميثاق عالمي مالي جديد في باريس أشار إلى أن الأمم المتحدة وثقت حدوث ذلك عبر مجموعة فاغنر في جمهورية أفريقيا الوسطى، ورأى أن موسكو وضعت نفسها في موقف لا تحترم خلاله القانون الدولي، وباتت إحدى القوى الاستعمارية القليلة في القرن 21 بحربها على أوكرانيا وفق تعبير ماكرون. كشفت وكالة بلومبرج أن تركيا اشترطت بدء السويد بتسليم عدد من الانفصاليين الكرد المشتبه بهم من أراضيها بحسب أنقرة أو طردهم قبل انعقاد قمة حلف الأطلسي في ليتوانيا الشهر المقبل من أجل دعم طلب ستوكهولم للانضمام إلى الحلف. وأضافت بلومبرج أن تركيا تريد أن تبدأ السويد بهذه الخطوة لإثبات جديتها بشأن تطبيق القوانين الجديدة. وطلبت أنقرة من ستوكهولم تسليم أكثر من 130 شخصا معظمهم ممن تصفهم تركيا بالانفصاليين. رفض وزير خارجية أذربيجان طلبا من أرمينيا بتقديم ضمانات أمنية خاصة لنحو 120 ألفا من الأرمن يعيشون في إقليم كاراباخ، وذلك قبل جولة جديدة من محادثات السلام قائلا إنهم محميون بصورة كافية. وفي مقابلة مع وكالة رويترز قال وزير خارجية أذربيجان إن هذه الضمانات لا داعي لها، وهذا الطلب يصل إلى حد التدخل في شؤون بلده، وأضاف أن هذه قضية سيادية داخلية وأن الدستور الأذربيجاني يكفل مع عدد من المعاهدات الدولية التي تشارك فيها أذربيجان جميع الشروط الضرورية لضمان حقوق هؤلاء السكان. استدعت الحكومة الصينية السفير الأمريكي لديها لتوبيخه على تصريحات الرئيس الأمريكي ووصفه الرئيس الصيني بالديكتاتور. ووفق صحيفة وول ستريت جورنال فأن الحكومة الصينية استدعت السفير نيكولاس بيرنز من أجل التوبيخ الرسمي بعد التعليقات التي صدرت عن بايدن. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد استبعد أن تحدث تصريحاته بحق نظيره الصيني نتائج ذات أهمية آملا لقاءه مستقبلا. كان هناك حادث أدى إلى بعض التعقيدات، ولكن زيارة وزير الخارجية بلينكين للصين ولقاءه الرئيس الصيني كانا رائعين. أتوقع لقاء الرئيس تشي مستقبلا، لذا لا أعتقد أن التصريحات كان لها نتائج مهمة.
وعقب اجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اتفق الجانبان على إنهاء 6 نزاعات بينهما في منطقة أو منظمة التجارة العالمية. كما أعلن بايدن دعمه لحصول نيودلهي على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي. محمد كريم. حفاوة بالغة حظي بها رئيس الوزراء الهندي في واشنطن. الرئيس بايدن والبيت الأبيض ينظران إلى الهند على أنها عامل استراتيجي أساسي في سياستهما تجاه آسيا عموما ولمواجهة روسيا والصين خصوصا. لهذه الأسباب وغيرها تغاضت الولايات المتحدة عن سجل مودي المتعلق بانتهاك حقوق الإنسان. أجريت مع رئيس الوزراء مناقشات جيدة حول القيم الديمقراطية، وأعتقد أن العلاقة بيننا ليست مثل العلاقة بالصين، فهناك احترام كبير متبادل لأن كلانا بلد ديمقراطي. ويبدو أن توقيع الهند اتفاقيات مع الولايات المتحدة لشراء مسيرات أمريكية وأخرى لتصنيع محركات نفاثة للطائرات المقاتلة لم يغير كثيرا في موقفها تجاه القضايا الدولية. فالهند التي لم تشارك في مجموعة دعم أوكرانيا التي ترعاها واشنطن، أكد رئيس وزرائها أن لا حل للصراع هناك إلا بالحوار والدبلوماسية. منذ بدء الأحداث في أوكرانيا ركزت الهند على حل النزاعات بالحوار والدبلوماسية. نحن على استعداد تام للمساهمة بأي طريقة ممكنة من أجل استعادة السلام. وعلى رغم مساهمة هذه الاتفاقيات في زيادة حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والهند الذي وصل إلى 191 مليار دولار، إلا أن واشنطن تدرك أن ذلك لا يلبي طموحاتها تجاه بلد تعتمد ترسانته العسكرية على روسيا بنسبة 85%، وهو عضو في مجموعة بريكس ومنظمة شانغهاي، لذا تعمل لتقديم عروض لتعزيز مشاركتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية مع الهند. تسعى إدارة بايدن جاهدة لاستمالة الهند لمواجهة روسيا والصين، لكن السؤال الأهم يتمحور حول مدى نجاح تلك المحاولات في استقطاب مودي الذي يعارض سياسة التصعيد تجاه هذين البلدين. محمد كريم، واشنطن، الميادين. قررت حكومة جنوب السودان إغلاق حدودها مع السودان لاعتبارات أمنية مع استثناء حركة عبور النازحين. مصادر أشارت إلى أن قرار الإغلاق جاء على خلفية تقارير أمنية ومخاوف جوبا من انتقال الحرب إليها. إلى ذلك، عبد الرحمن، بدأ سكان مدينة كادقلي عاصمة ولاية جنوب كردوفان جنوب غرب السودان بالفرار من المدينة مع تصاعد المواجهات بين الجيش والحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو، ما يهدد بفتح جبهة أخرى من المواجهات في البلاد. الجيش السوداني اتهم الحركة بانتهاك اتفاق قائم منذ فترة طويلة لوقف إطلاق النار وبمهاجمة وحدة تابعة له في كادقلي. الظهيرة مستمرة وفيها بعد هذا الفاصل. إثيوبيا تعلن اقتراب الملء الرابع لسد النهضة. أهلا بكم من جديد إلى الظهيرة. أعلن وزير الخارجية الأثيوبي أن سد النهضة يقترب حاليا من الملء الرابع، قائلا إن عمليات الملء الثلاث السابقة لم تتسبب بضرر لدول حوض النيل. وأضاف الوزير الأثيوبي أنه ستكون هناك عمليات ملء أخرى، وأشار إلى أن المشروع أوشك على الانتهاء، وعلى الرغم من تصريحات بعض الفاعلين الذين يسعون لاحتكار استخدام النهر الأفريقي المشترك على حد تعبيره. أكد وزير الحج والعمرة السعودي استكمال الاستعدادات كافة لرفع سقف أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا. وقال أيضا إن أعداد الحجاج هذا الموسم عادت إلى طبيعتها، كما أكد أن المملكة تجاوزت جميع التحديات التي مرت بها خلال الجائحة. حج
بيت الله الحرام هو الركن الخامس من أركان الإسلام. هي رحلة الذنب المغفور الواجبة على كل من استطاع إليها سبيلا من المسلمين. فماذا عن أركان الحج وواجباته؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. تلبية يرددها حجاج بيت الله الحرام ضمن واجبات فريضة الحج بدءا من الإحرام إلى رمي جمرة العقبة. يسعى الملايين من المسلمين في شتى أنحاء الأرض لتأدية فريضة الحج التي فرضها الله على المسلم البالغ العاقل إذا استطاع إليها سبيلا. وفي أغلب الأوقات يؤدي المسلمون فريضة الحج مرة واحدة في العمر نظرا لتكاليفها الباهظة. ولكن ماذا عن أركان الحج وواجباته؟ تتمثل أركان الحج في الإحرام، الوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي. أما واجبات الحج السبعة فهي الإحرام من الميقات المعتبر للحاج، الوقوف بعرفة إلى الغروب على من وقف نهاراً، المبيت بمزدلفة حتى ما بعد منتصف الليل، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ورمي الجمرات مرتباً، والحلق أو التقصير، وطواف الوداع. والباقي من أفعال الحج وأقواله سنن كطواف القدوم والمبيت بمنى ليلة عرفة والاتباع والرمل في موضعهما وتقبيل الحجر والأذكار والأدعية وصعود الصفا والمروة. قسم أهل العلم مواقيت الحج إلى فترة زمنية هي شهور المحددة للحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وتحديدا من أول شهر شوال حتى العاشر من ذي الحجة. ومعنا مشاهدينا من العاصمة اللبنانية بيروت الأستاذ الحوزوي الشيخ خليل رزق. سمحت الشيخ، أهلا بك معنا. إذن اليوم نتحدث عن واجبات الحج، إذا أمكن أن تحدثنا بالتفصيل عن هذه الواجبات، يعني من لو نتحدث بداية من وقوف عرفة إلى طواف الوداع. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم بتحية الإسلام وأبارك لكل الحجيج الذين وفدوا إلى بيت الله الحرام والذين اليوم يقومون بأداء واحدة من أعظم الفرائض الإسلامية والشعائر الإلهية وهي فريضة الحج. موضوع الحج، يعني كما تفضلت هناك تفصيل ممكن أن نجمله حول واجبات الحج. من المعلوم أن الفقهاء يعتبرون أن هناك أنواع متعددة من الحج بحسب المسافة الزمنية والجغرافية التي يسكن فيها الإنسان، ولكن كل من كان يعني خارج نطاق السعودية مثل كان نحن الآن في لبنان فإنه يجب علينا نوع من الحج نحن نسميه حج التمتع. والآن يعني كل من مثلا من يذهب من لبنان يقوم بأداء الحج التي تسمى حج التمتع، لأنه في قبالها هناك حج قران وحج إفراد، وهذه وظيفة من يسكن يعني قرب مكة أو بفاصل جغرافي معين. يعني هذا بحسب النطاق الجغرافي سمحت الشيخ. أحسنتم، نعم. يعني معظم المسلمين من خارج السعودية يؤدون هذا النوع من الحج الذي أتكلم عنه. وهذا طبعا يحتاج إلى تفصيل كثير، أختصره بالقول بأن فريضة الحج هذه تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الذي هو نطاقه الجغرافي داخل مكة المكرمة أو يعني قرب الكعبة الشريفة. القسم الثاني هو الذي يؤدى كما تفضلت في عرفة ومنى ومزدلفة وغيرها. القسم الأول من الحج نحن نسميه بالتعبير الفقهي هو عمرة التمتع، حيث يقوم الإنسان بالوصول إلى مكان يسمى الميقات، وهو بالنسبة إلينا منطقة الجحفة. هناك يحرم الإنسان يلبي ويذهب إلى مكة فيطوف حول البيت، ومن ثم يصلي صلاة الطواف ثم يسعى ويقصر. هنا طبعا ينتهي من أعمال عمرة التمتع ويفك الحج، يعني يخرج من دائرة الإحرام بانتظار الوقوف في عرفة. فهناك يبدأ قسم ثاني أو عمل ثاني من أعمال الحج، حيث يذهب الحجاج حجاج بيت الله الحرام
إلى عرفة، فيقفون هناك طبعا ضمن فترة زمنية محددة، ومن ثم يذهبون إلى مزدلفة، فمن ثم بعدها يعني بعد المبيت في مزدلفة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، بعدها يكون عندنا مبيت في منى ليلتين، وخلال هذا كله يتخلله رمي جمرة العقبة الكبرى في يوم العيد، وبعدها أيضا هناك يومان يقوم بهما الحج، يعني من يؤدي هذه الفريضة، بحيث أنه يرجم الجمرات الثلاث، وطبعا يتخللها بعد في يوم العيد الأضحية، وهذا طبعا عمل من واجبات الحج بعد أن يقصر من إحرام من أعماله، وينهي فريضة الحج بالطواف حول الكعبة الشريفة مع صلاة الطواف. طيب سمحت شيخ، لأنه تبقت دقيقة، ماذا لو نسي الحاج أحد الواجبات؟ هل هذا يبطل حجه أم أن هناك مخرج فقهي مخرج شرعي لكي يكون هذا الحج صحيح بالنسبة للذاهب إلى حج بيت الله الحرام؟ أبدا لا يبطل الحج على الإطلاق إلا في حالات نادرة جدا جدا جدا، وكل من يذهب إلى الحج يمكن أن يقع بأخطاء واشتباهات أو ينقص منه أمر، كله يعوض. ولكن طبعا أنت سؤالك الكريم يحتاج إلى تفصيل يعني موجود في الكتب الفقهية، ويحتاج إلى شرح تفصيلي، بحيث أن كل عمل من أعمال الحج له حكمه فيما لو لم يأتي به الإنسان، نسيه، تعمد عدم الإتيان به، خرج منه سهوا عدم القيام بهذا العمل، كل عمل ينقص من أعمال الحج يمكن جبره وفق الفتاوى الفقهية التي وضعها العلماء. هو هذا سؤال خاصة للمتوجهين إلى الحج كما تعلم سماحة الشيخ، لأنه دائما المسائل الفقهية والشرعية قد يكون فيها ابتلاءات، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى بطلان العمل، لذلك نؤكد دائما على هذه النقاط، لأنه هذا قد لا يتكرر في العمر إلا مرة واحدة. صحيح. هل تريد أن تضيف شيء سماحة الشيخ؟ فقط أنا أنبه إلى مسألة مهمة جدا حتى الإنسان يتمم أعمال الحج. من المعلوم أن كل الحجاج معهم علماء دين فقهاء، ومثلا في من لبنان عندما تذهب هذه الحملات إلى باتجاه الحج، كل حملة يرافقها مجموعة ونخبة من علماء الدين، من المستحسن من المفضل لهم جميعا قبل القيام بأي عمل أن يسترشدوا بهدي العلماء ويراجعوهم في كل المسائل التي يريدون أن يؤدوها في فريضة الحج المباركة. شكرا جزيلا لك الأستاذ الحوزوي والجامعي الشيخ خليل رزق على وجودك معنا في الظهيرة، كنت معنا من بيروت. الله يبارك فيك. اتهمت منظمة العفو الدولية إسبانيا والمغرب بالتستر على عدم التحقيق في الأحداث التي وقعت على حدود جيب مليلية العام الماضي، عندما لقي عشرات المهاجرين واللاجئين حتفهم خلال محاولة عبور جماعية. وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إن السلطات الإسبانية والمغربية لم تواصل إنكار أي مسؤولية فحسب، بل إنها تمنع محاولات البحث عن الحقيقة أيضا. واتهمت منظمة العفو الدولية السلطات بعدم بذل أي محاولة لإعادة جثث الضحايا وعدم تقديم لائحة بأسماء القتلى وأسباب الوفاة. والآن مشاهدينا إلى جولتنا على أخبار الاقتصاد في الظهيرة، والزميلة أليسار كرم. مساء الخير مجددا أليسار. مساء النور، شكرا لك عبد الرحمن. أهلا بكم. تراجعت الليرة التركية بنسبة 2% بفاصل 8 إلى مستوى قياسي جديد عند 25 ليرة و20 قرشا لكل دولار. يأتي ذلك بعدما رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة المرجعي ليبلغ 15% في تحول واضح للسياسة النقدية التي كانت طوال 27 شهرا غير تقليدية. وبالتوازي أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن عجز التجارة الخارجية تجاوز 12 مليار دولار في أيار مايو بارتفاع 17.6% بالمقارنة مع العام الماضي.
اتفقت الولايات المتحدة والهند على إنهاء 6 نزاعات بينهما في منظمة التجارة العالمية. الاتفاق يأتي عقب اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. مكتب الممثل التجاري الأمريكي أعلن أن الهند وافقت على إلغاء رسوم جمركية على منتجات غذائية أمريكية وصفت بالانتقامية. وكان البلدان قد توصلا إلى اتفاقات بشأن محركات طائرات مقاتلة والاستثمار في أشباه الموصلات والتعاون الفضائي. تستعد شركة فورد موتور لبدء جولة أخرى من تسريح العمال في الأسابيع المقبلة بهدف تقليل التكاليف. وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، لم تحسم الشركة بعد عدد الأشخاص الذين تخطط لتسريحهم، وتسعى لخفض ما لا يقل عن 3 مليارات دولار من التكاليف السنوية من خلال مجموعة متنوعة من الآليات، بما في ذلك معالجة تكاليف الضمان المرتفعة وتقليل التعقيد في جميع أنحاء أعمالها. توصلت الصين ودائنون آخرون إلى اتفاق لإعادة هيكلة قروض بالمليارات لزامبيا، وقد وافق المقرضون الثنائيون بقيادة الصين على إعادة ترتيب المدفوعات وتمديد آجال الاستحقاق البالغة 6,300,000,000 دولار بشكل قروض، ما يمهد الطريق أمام زامبيا لاستئناف التمويل من صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة ديون أخرى قيمتها 6,800,000,000 دولار. وقعت الإمارات وإيران اتفاقية ثنائية بشأن توسيع خدمات النقل الجوي بين البلدين. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية وقعت في مقرها بدبي اتفاقية مع إيران في مجال النقل الجوي، وأوضحت أن هذه الاتفاقية تعد خطوة مهمة فيما يخص تنظيم الرحلات الجوية وتمهد الطريق لتوسيع شبكة خدمات النقل الجوي بما يعود بالفائدة على شركات النقل في البلدين. بحث الرئيس التونسي قيس سعيد مع المستشار الألماني أولاف شولتز سبل تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين. سعيد دعا إلى تكثيف نسق الاستثمارات الألمانية في تونس وتشجيع المؤسسات الألمانية على تعزيز وجودها في قطاعات عديدة. وأبلغ المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن شروط الصندوق لتقديم الدعم المالي لبلده تهدد بإثارة اضطرابات أهلية. بهذا نختم أخبار موجز الاقتصاد ونعود لمتابعة نشرة الأخبار. شكرا لك أليسار. الظهيرة انتهت مشاهدينا. وإليكم تذكيرا بعناوينها. إدانات لتدنيس المستوطنين المساجد وتمزيقهم نسخا من المصحف الشريف، وتأكيد على أن هذا السلوك هو الإرهاب بعينه وسيزيد من لهيب المقاومة. بعد تعتيم إعلامي وأمني، الإعلام الإسرائيلي يكشف أن انفجار هرتسيليا عبارة عن مخزن يحوي 3 أطنان من المواد المتفجرة. روسيا تتهم واشنطن وحلفائها في الناتو بالسعي إلى التوسع في آسيا الوسطى، وتؤكد أن خطر انتشار الأسلحة الموردة لكييف في جميع أنحاء العالم أمر حتمي. حكومة جوبا تغلق حدودها مع السودان لاعتبارات أمنية، وحركة نزوح من مدن في جنوب غربي السودان بعد اشتباكات بين الجيش والحركة الشعبية. وكان في أخبار الاقتصاد، الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار، والعجز التجاري اتسع إلى 12,500,000,000 دولار. للمزيد من الأخبار والتقارير زوروا صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. إلى اللقاء. إلى اللقاء.